بإذن الله. عايز أتكلم عن دور كابتن أشرف توفيق المدير الفني، وأكيد دور كان برضو يعني بنتكلم عن ظروف استثنائية يعني كلنا مرينا بيها أكيد، وأنتوا اللي بتحكوه دوت أكيد برضو كان صعب جدا جدا خاصة على المدير الفني. والله يا كابتن أشرف توفيق السنة دي برضو يعني مجلس الإدارة مدعم الفريق بأكتر من صفقة وأكيد عليه ضغط، يعني الله يكون في عونه الحقيقة. عشان كده الحمد لله البطولة الأولانية دي كانت مهمة بغض النظر عن ظروف. طبعا انت واحد من التدعيمات دي يعني خمسة يعني الحمد لله يعني بالفريق المحترم طبعا اللي موجود. تمام. في ضغط على كابتن اشرف توفيق بسبب التدعيمات دي، والسنه اللي فاتت ربنا يعني ما اردش، بس السنه دي يعني الناس كلها منتظرين الاربع بطولات، فكانت اهميه البطوله الاولى دي مهمه جدا ان احنا الستارت الاولاني بغض النظر طبعاً الظروف دي كانت موجوده يعني، وده كان حاطط بريشر اكتر على كابتن اشرف توفيق. يعني كل الضغوطات اللي كانت موجوده دي حاجه، والظروف اللي حصلت دي كانت حاجه ثانيه. فبس الحمد لله يعني ربنا كرمنا، والبطوله الاولانيه دي مهمه جدا في الستارت بقى يعني. ان شاء الله ادي واحده، ان شاء الله فاضل لنا ثلاث بطولات كلنا طمعانين فيها، ودي بتدي بوش وبتدي دوافع نفسيه عاليه جدا. بس هو كابتن اشرف يعني موضوع كمان يعني تخيل حضرتك مدير فني انت مش عارف انت هتلعب بمين، يعني هو كمان برضو الله يكون في عونه المفروض مدير فني بيحضر الماتش اللي هو داخله قبلها بيوم، اقل حاجه محاضره التكتيك اللي هيتم، التعليمات اللي هتاخدها اللعيبه، هو اصلا مش عارف. واحنا طبعا في اللعبه عندنا كل لعيب ليه امكانياته اللي هو بيعتمد عليها، فتخيل بقى هو قبل الماتش هو مش عارف اللعيب ده معاه ولا لا، هيلعب بايه، مين هيلعب يعني مش عارف. كانت الساعه 6:30 تأجلت للساعة 7 عشان احنا لسه مش عارفين اصلا مين اللي مش عارف يقول مين اللي هيلعب اصلا بالظبط. فده لوحده يعني ربنا يكون في عونه. هو كمان يعني كان خايف على نفسه، ما هو من ضمن الجهاز اللي كان فيه، ما هو برضه عندنا اثنين اتصابوا في الجهاز، وبرضه هو كان يعني لا قدر الله يعني. هو بصراحه الجهاز كله تعب معانا السنه دي يعني بالذات البدايه دي. أنا من اول يعني من اول عامل الغرف عم حامد اللي هو اتصاب برضه بكورونا في اللحظه دي. في اللحظه دي العصبيه يعني الصوره دي بتتكلم عن عصبيه، وكنا يعني خلاص ده كان في الثواني الاخيره او في اخر المباراه. انتوا كلاعيبه كنتوا بتستقبلوا ازاي دوت، والعصبيه اللي كان فيها والتعليمات اللي كان بيقولها يعني تعليمات كنتوا انتوا بتستقبلوها عارفينها بالظبط وتنزلوا تنفذوا، ولا الموضوع كان يعني الروح غلبة شويه عن الفنيات في الجزء ده؟ لا هو كابتن اشرف اصلا يعني اهلاوي يمكن اكتر مننا بالظبط، فيعني احنا اصلا نبقى حافظينه يعني. هو خلاص. الكلام اللي هو بيقوله بعيد ان هو تعليمات، هو بيبقى يدينا روح معنويه اكتر في الملعب يعني. يمكن حتى كان في فيديو هو بيقول لنا اللي يعدي منك يعني بالدم اللي هو يعني مفيش حد يعدي منك زي في الكره يعني. اللي يفوت يموت بالظبط. هو حتى في التمرين كده معانا يعني، اللي هو احنا في التمرين طول الوقت هو شددنا انت مفيش حاجه اسمها انت هتعدي، انت بتلعب في النادي الاهلي انت لازم تبقى في حته ثانيه يعني. هو كلامه معانا كده طول الوقت يعني، اصلا تقصير ولا دلع ومفيش وقت بالظبط. فتعليماته يعني لينا احنا نبقى حافظينها فعلا زي ما حضرتك قلت، في الكريتيكال بتفرق معانا كل كلمه هو بيقولها يعني. احنا لازم نبقى مركزين فيها قوي عشان يعني هننزل نعمل ايه في الملعب يعني. في اوقات صعبه لازم تبقى المعلومه بتبقى، وكمان الوقت بيبقى ضيق. انا بحس ان هو عايز يتكلم كتير بس الوقت مش كفايه طبعا. مش كفايه. وانتوا كمان كلاعيبه تحت الضغوط ديت وبتنزل، وانت لعيب انا عارف بيبقى عليك كمان ضغوط انك تستقبل معلومه جديده وتنفذها في الملعب، فالامور فعلا كانت امور صعبه في اخر خمس دقائق من المباراه يعني. غير القدم خالص، احنا يعني يمكن بيسموها لعبه الثواني يعني، كل ثانيه عندنا بتفرق في الملعب يعني. ممكن انت تاخد تايم اوت في اخر 10 ثواني في الهجمه او 5 ثواني في الهجمه، تعمل فيهم خطه جديده. كوتش هو اللي لسه مدانا اول مره نلعبها في 5 ثواني. في الخمس ثواني سبيشال سيتويشن يعني. بس فبيبقى الموضوع فعلا مؤلم. الماتش بينتهي مع الصفاره فعلا. ده وده اللي حصل فعلا اخر شوطه يعني فريق الاتحاد شاطها، لو دخلت كنا خلاص هما كسبوا يعني. هو كان فرق نقطتين، كانش في نقطه تعويض ومفيش خالص يعني، هي اخر كوره بس يعني. انا دي بقى اللي حسيتها فعلا ان هو احنا الحمد لله نستحق ان احنا نكسب يعني. الكوره دي لفت وطلعت يعني، هي كوره بس دي بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. صح. ان احنا فعلا تعبنا واستحملنا حاجات كتير يعني كلنا كل واحد مضحي، فعشان كده دي الكوره برضو اللي بينت قوي. فكانت الباسكت دي اللي هي يعني خلاص بقى يعني دي خلاص الكوره في الهواء ويا تدخل نخسر. ده التوفيق، ده التوفيق. ده فعلا اللي هو بينت للناس ان احنا نستحق ان احنا نكسب.